الحديث عن خرسون وهذه الاتهامات لأوكرانيا، هل بالفعل أوكرانيا تذهب باتجاه ضرب سد كاخوفكا وإغراق المدنيين هناك؟ بداية، كما نعلم أن مدينة خرسون هي مدينة أوكرانية، وحسب منظومة التشريعات الدولية لا زالت هي ضمن أراضي أوكرانيا السيادية، فهي أراضي محتلة. أوكرانيا تسعى لاستعادتها، وهي كما بدأت الحرب معنية بألا تستهدف المدنيين إطلاقا ولا البنى التحتية. هذا السد هو سد أوكراني يخدم أيضا المصالح الوطنية الأوكرانية حتى لو تم احتلال المدينة مؤقتا. باعتقادي أن روسيا تواجه فعلا هجمات شديدة شرسة من القوات الأوكرانية التي دخلت في عمق يزيد عن 30 كيلومتر واستعادت أكثر من 90 بلدة وقرية، ويوميا تحاول أن تخترق القوات الروسية بكل الجبهات، وبالتالي روسيا أمام خيار صعب جدا، تحاول أن تظهر للرأي العام الدولي أن أوكرانيا لا تنضبط بالمعايير الدولية الإنسانية في هذا الأمر. تهديم أو هدم هذا الجسر أو السد كما نعلم هو سيعني أنه سيغرق مئات القرى والبلدات، بعض الأماكن سيصل ارتفاع منسوب المياه فيها إلى ما يزيد عن 4 متر، وبالتالي سيعيق تقدم أي جهة سواء الروسية باتجاه بقية المدن الأوكرانية أو الأوكرانية باتجاه روسيا إلى أن تجف هذه المياه، وهذا يعني ما لا يقل عن أسبوعين على الأقل تجميد أي خطوات برية عبر هذا المنشأ.